في هذا الفيديو يا شباب راح نشوف سوا واحد من اقوى المواقع الموجودة لحد هلا لشحن الاف الجواهر في لعبة فري فاير. راح نتعرف على الطريقة بالتفصيل الممل، وبوعدك انك بعد ما راح تشوف هذا الفيديو راح تصير مدمن على هاي الطريقة وما راح تواجهك اي مشاكل في الجواهر بعد اليوم. ممكن تقول لي انك شفت كثير من الفيديوهات لحد هلا وما في اي شيء عم يزبط معك. حابب اخبرك اني انا ايضا كنت زيك بالضبط وعم جرب كل الطرق يلي بشوفها قدام وما في اي طريقة كانت عم تزبط معي، وكنت دايما بسأل حالي ليش هدول الناس عم يقدروا ويحصلوا الجواهر وانا لا، لحد ما لقيت السر يلي ما بيخبروك به. بس انا اليوم راح اشارك معاكم هذا السر، بل والاكثر من هيك عشان تصدقون انه الجواهر يلي راح احصل عليها حقيقيه فراح استخدمها قدام عيونكم وراح تشوف انها شغاله بدون اي مشاكل. شو بدك اكثر من هيك؟ طيب بدون ما اطيل عليكم بالمقدمه خلونا نبلش بالشرح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف اخباركم شباب؟ ان شاء الله طيبين. اليوم يا شباب مثل ما قلت بالمقدمة راح نجرب احد المواقع يلي بنقدر من خلالها نشحن جواهر بلعبة فري فاير بشكل مجاني. طيب قبل ما ابدا بالشرح حابب بس اعلن عن مسابقة يلي راح اعملها لو هذا الفيديو وصل ل 500 لايك، فراح اربح 5 اشخاص وراح اشحن لهم 1000 جوهرة بحسابه، والشروط عشان تشارك بهي المسابقة راح اذكرها خلال الشرح، واي شخص ما راح يلتزم بهي الشروط ما راح يقدر يربح اي شيء، فلهيك ركزوا بالفيديو كثير منيح عشان تعرفوا شو هي هاي الشروط وكيف ممكن تشاركوا بهي المسابقة. طيب هلا اول شي راح افوت لحسابي عشان تشوفون قديش معي من الجواهر. طبعا هذا الحساب انا عملته حديثا عشان اجرب عليه الطريقة، وانا جربت عليه طرق اخرى مجانية طبعا، وقدرت من خلالها اشحن العضوية الاسبوعية، لكن العضوية الشهرية كانت شوي صعبة، وممكن اشرح لكم كيف قدرت افعلها بعدين لو لقيت يعني تفاعل على هذا الفيديو. على العموم مثل ما انتم شايفين عندي عدد قليل من الجواهر، طيب لازم انسخ الاي دي الخاص بي في اللعبة لاني راح احتاجه بعدين، وهلأ لازم أطلع من اللعبة وأسكرها تماما. وهلا راح افوت على الموقع يلي بيظهر قدامكم بالفيديو، راح اترك لكم الرابط تبعه باول تعليق. طيب اول ما بنفوت على الموقع راح نلاقي عدد كبير من التطبيقات، انا شايف هون لعبه فري فاير، بس اذا ما لقيتها فيك تبحث عنها من خانه البحث يلي هون، على العموم راح انقر عليها. طيب هون يا شباب لازم نضغط على هي الايقونه الصغيره يلي هون، طيب راح اكبس على جيت ستارتد وبيقول لي انتظر شوي. ركزوا يا شباب هون الموقع بيطلب مني اكتب الاي دي بتاعي، فراح احط الاي دي اللي نسخته هون واختار اندرويد لاني بستخدم الاندرويد. وبهي المرحله يا شباب انا سبق وجربت 2100 جوهره و5600 جوهره بس ما وصلتني، فمش عارف اذا هو جلتش بالموقع او اشي اخر، لكن اللي انا متاكد منه ووصلني من قبل هو 520 جوهره و1000 جوهره، فلهيك راح اختار 1000 جوهره واضغط على كونتيني. طيب هون يا شباب الموقع بيطلب مني اكمل عملية التحقق، فراح اضغط على كونتيني، ومثل ما انتم شايفين بيطلع لي قائمة العروض، المطلوب مني في هاي المرحلة اني اختار 2 من هدول العروض واكملهم حسب المطلوب. هاي المرحلة مهمة كثير يا شباب، واذا ما عرفتوا كيف تتخطوها فما راح تقدروا تحصلوا الجواهر تبعكم. طيب بالنسبة لهدول العروض يا شباب فبتختلف من بلد للثاني، لهيك ما راح تلاقوا زي هدول العروض يلي عندهم، بس لو اغلقنا هاي الصفحة ونزلنا لتحت راح نلاقي دليل اكمال العروض يلي بيشرح لنا بالتفصيل طريقة اكمال العروض. فمثل ما انتم شايفين بيقول لك هون انه في 3 انواع من العروض، ويلي هي عروض رقم الهاتف وعروض تحميل التطبيقات وعروض الاستطلاع. لو ضغطنا على كلمه سيمور راح يطلع لنا شرح مفصل لطريقه اكمال العروض، ومثل ما انتم شايفين فعروض الاستطلاع بتطلب منك تجاوب على شويه اسئله وممكن يطلب منك تكتب الايميل تبعك، اما بخصوص عروض تحميل التطبيقات فبتطلب منك تحمل احد التطبيقات وتفتحه لمده 30 ثانيه على الاقل. واخر شيء عروض رقم الهاتف، وهي عروض يلي بتطلب منك تكتب رقم الهاتف تبعك وراح يوصل لك كود على موبايلك راح تأكدوا عشان تكمل العرض. طيب انا راح اكمل عرضين من العروض الظاهرة عندي وارجع لكم. وهلا بعد ما كملت العرض فراح اضغط على هذا الزر عشان يتحقق الموقع اذا كنت فعلا كملت العروض بشكل صحيح او لا. ومثل ما انتم شايفين بيقول لي هون انه نجح التحقق والجواهر تبعي راح توصلني بعد شوي. طيب هلا راح اغلق كل شيء وافوت على اللعبة.
ومثل ما انتم شايفين الجواهر وصلت لحسابي مثل ما حددت بالضبط. طيب راح اجرب هي الجواهر قدامكم عشان تشوفون اذا هي الجواهر حقيقيه او لا، فراح اجربها على الحاضنه. ومثل ما انتم شايفين الجواهر شغالة 100%، وبتقدر تكرر هاي العملية مرة واحدة باليوم. طيب خصوص المسابقة يا شباب، فشروط عشان تفوت بالمسابقة هو انك تشترك بالقناة وتحط لايك لهذا الفيديو وتكتب بالتعليقات الاي دي الخاص بك في لعبة فري فاير، وايضا لازم تحط جنب التعليق الخاص بك هذا الايموجي. حظ موفق للجميع. وبس هيك يا شباب بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، استنونا بفيديوهات جاية مع مواقع وثغرات ثانية. بشوفكم بالفيديوهات الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم.